أيها الأعزاء، الشوط السابع عشر ينتظر على شاشة التلفزيون. هذا الشوط خاص بالبكار، والكلمة مرة أخرى تعود للزميل مطلق بن علي العنزي. أتمنى له التوفيق ولكم أجمل وأسعد اللحظات. شكرا زميلي محمد بن بريك المري. أيها الإخوة المتابعون، شاهدنا الشوط الماضي، شاهدنا شعار بن سلامة عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري فاز الهبوب. أقدم التهنئة وأزفها لمحمد بن راشد بن سلامة وحمد بن علي بن سلامة على هذا الفوز المميز، ولأهالي معيدر في صباح هذا اليوم. نتواصل بتواصل الأشواط، الشوط السابع عشر ينطلق وتندفع الأبكار معلنة بدء الشوط، وأسماء سجلت ودونت بشعارات مميزة. نتمنى التوفيق لهم لكل المشاركين. هذه حل على المركز الأول، هزاع بن حمد بوشريده المري على المركز الأول، والمركز الثاني الضبي لفيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آل فهيده المري. الوجبة احتلت المركز الثالث أحمد بن محمد بن فهد الخاطر، ورابعا غند لناصر بن نهار بن ناصر النعيمي، وخامسا اختم النداء مع عنايد لظافر بن راشد الهاجري. ايها الاخوة المتابعون، المراكز الخمسة الاولى اعلنت واذيعت على حضراتكم. اعود الى المقدمة والصدارة، حل واول اسم يعلن بصباح هذا اليوم مع الشعار بوشريدة. هذه حل، سلالة غنية عن التعريف، سلالة الهرش الباز. يا سلام، حل مميز، حل نتمنى الحل هو خط النهاية هناك يا بوشريدة، مع الناموس هو الحل المميز اللي 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 يبحث عنه الكثير يا بوشريدة. نتمنى لك التوفيق. سلالة نعم غنية عن التعريف. الظبي بالمركز الثاني فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آل فهيدة، وهناك من الجانب الآخر اللي هي الجذابة عبد الرحمن بن سعيد الجربوعي المري، ورابعا تحتله المملكة لمحمد بن زايد بن محمد المنصوري، وخامسا حمد بن علي الدعية يتواجد شعاره على ظهري شرف. يا سلام يا سلام، هذا بوشريدة، هذا هزاع على المركز الأول، هزاع بن حمد بوشريدة المري مع سلالة الباز، الباز المملوك لسمو سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وهذا بوشريدة دائما يبحث عن السلالات المميزة، يبحث دائما عن السلالات، تجد العزبة عنده مليئة بالسلالات. نتمنى التوفيق. بنشوف حل حل على المقدمة، حل مع المركز الأول. الجذابة من الجانب الآخر تحركت وانطلقت مع ثاني المراكز، المملكة بالمركز الثالث محمد بن زايد بن محمد المنصوري، وحافظ على هذا الاسم يا أبو زايد. يا سلام، حل الأقرب للناموس، حل على المركز الأول، هزاع بن حمد بوشريدة. يا سلام، الشعار المميز الجميل الجميل، هذا الشعار لذيذ، هذا الشعار لذيذ، شعار هزاع بوشريدة. ولكن وصل المنصوري، وصل المنصوري، وصلت المملكة، المملكة المملكة بشوارعها هنا مع هذا الاسم، مع شعار المنصوري، مع شعار المنصوري، ما شاء الله. محمد بن زايد بن محمد المنصوري المركز الثاني من الجانب الآخر، سلالة غنية عن التعريف أيضا، عبد الرحمن بن سعيد الجربوعي يقدمها، يقدم الجذابة. ولكن اللحظات الأخيرة، المملكة والجذابة، المملكة والجذابة، المملكة تفوز، المملكة تفوز، ضيفة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة يقدمها محمد بن زايد بن محمد المنصوري. تهانينا لمالك المملكة محمد بن زايد بن محمد المنصوري. المركز الثاني الجذابة عبد الرحمن بن سعيد الجربوعي المري. ثالثا هذه حل، هزاع بن حمد بوشريدة المري. رابعا
وصلت كتارة حمود بن حميد بن هلال العسكري، والمركز الخامس شرف حمد بن علي الدعية المرني. إذن لحظات من الناموس والانتصار، لحظات من المتعة والإثارة قدمت من خلال تواجد هذه الأسماء المميزة الكبيرة اللي حاضرة اليوم في صباح سن الحقائق، أبدع مقدموها لسباق هذا اليوم، أبدع مضمر هذه الأسماء الكبيرة الحاضرة اليوم. فاز من فاز وانتصر من انتصر، نهني الناموس كل الفائزين. حضرت المملكة الضيفة في صباح هذا اليوم في هذا الشوط السابع عشر، دونت وسجلت حروفها من ذهب من خلال فوزها بهذا الشوط. محمد بن زايد بن محمد المنصوري، 4:32:56 تهانينا والناموس. احتل المركز الثاني شعار عبد الرحمن بن سعيد الجربوعي المري من خلال وجود الجذابة، 4:32:72 تهانينا للجربوعي على هذا الفوز. وهذه حل لهزاع بن حمد بشريده المري، 4:34:46 قدمها هزاع بن حمد بشريده المري، تهانينا والناموس. لا زالت تتواصل شعارات يا ابناء القبائل والتوقيت الافضل في صباح هذا